60 فريق ياباني كذلك من 7 أشخاص ظلوا يدرسون ما الذي يجعل الإنسان يدخل في الشيخوخة، واستمرت الدراسة 25 سنة إلى أن اكتشفوا هناك في هرمون يخرج من رأس الإنسان ويبدأ يخرج قليلا من عمر 15 سنة ويزداد إلى عمر 35 سنة، وهذا الهرمون هو الكفيل بأن يجعل الإنسان يدخل في مرحلة الشيخوخة، يخلي الإنسان ينسى أحيانا، يخلي ما يتذكر، بعد سن 50 والـ60 يبدأ ظهره يحدب، يمسك العصا، نظره يقل، فهذا الهرمون هو اللي يأثر في دخول الإنسان مرحلة الشيخوخة. بدأوا اليابانيين يفكرون كيف يستطيعون أنهم يزيدون من هذه المرحلة بحيث أن الإنسان ما يدخل إلى سن الشيخوخة مبكر، واكتشفوا أن هذا الهرمون الموجود بعد ما مسحوا كل النباتات اكتشفوا أنه موجود في التين والزيتون، ثم عملوا معادلة فاكتشفوا أن كل تينة واحدة و7 زيتونات هي بمقياس الهرمون الموجود في مخ الإنسان. شيخ الأزهر لما سمع بالبحث أرسل لهم صورة من صورة التين والتين والزيتون وطور سينين، فاليابانيين ما صدقوا، قالوا من 1400 سنة أنتم عندكم صورة في القرآن فيها آية التين والزيتون؟ وفعلا سألوا شيخ الأزهر قالوا له كم مرة ذكر التين في القرآن وكم مرة ذكر الزيتون؟ فقال التين مرة والزيتون 7 مرات، أي نفس المعادلة اللي توصل لها البحث. فلما هم سمعوا بهذه النتيجة 7 يابانيين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخلوا في الإسلام. إذا نحن نتأمل